باشمهندس علي، تفضل. يعطيكم العافية يا مهندس علاء ومهندس زيد ومهندس كمال والشباب كلها. وصراحة الدورة كانت كثير ممتازة، يعني أنا بشتغل بمجال التنفيذ والكونتراكتينج فصراحة كانت تنقصني جزئية التصميم هاي كثير، وصحيح إنه كنت ألحق فيها الحوق لأنه آخر فترة كنت أداوم وأرجع اتذكر والله بس فاكر. لا ما ضيعتش ولا إشي، يعني كله تابعته وبس. الله يعطيك العافية عن جد مهندس علاء، أنت شخص فعلا تمام، ما شاء الله رائع يعني، الله ونتمنى يسعدك لكم باشمهندس. جميعا إن شاء الله النجاح.